الخرق الدستوري هو ما يعيشه العراق حتى اللحظه وفق المراقبين والحديث عن مستقبل حكومة تصريف الاعمال حمل العديد من التفسيرات الدستورية لانها تجربة مكررة في البلاد وعلى ما يبدو فان الخطوة الحالية هي بقاء عادل عبد المهدي لتصريف الاعمال الى حين ترشيح رئيس جديد للحكومة وهي مهمة منوطة بالكتل السياسية التي لا تزال تعيش دوامة الخلافات والانقسامات رغم توحدها في بعض القضايا الوطنية. ننتظر ان يكون هناك استشعار لمرحله مهمه وحرجه في تاريخ الدوله العراقيه وكذلك الازمه السياسيه لابد ان يكون هناك دور فاعل من قبل الكتل السياسيه وكذلك البرلمان بحسم قضيه تسميه رئيس مجلس الوزراء وبالتالي هذا الامر حقيقه محتم ومهم جدا في هذه المرحله الحرجه. ارتباط بعض القرارات المصيريه برئيس وزراء كامل الصلاحيات ربما من العوامل التي ستدفع بالافريقاء نحو التوافق من جديد لحسم ملف رئاسه الوزراء لكن اولويه اخراج القوات الامريكيه هيمنت على الحراك السياسي لكونها قضيه وطنيه مفصليه هذا سبب مشكلة لي... يعني ليس فراغا دستوريا وإنما سبب مشكلة بإدارة الدولة لكون أن هذه الحكومة صلاحياتها قليلة تحتاج إلى مزيد من طلق اليد حتى تقوم بأعمالها على أكتم صورة الشارع الذي اعتاد رفض عدد من الأسماء المرشحة لرئاسة الحكومة في السابق عاد وصعد من جديد من حراكه لجهة الضغط على الأفريقاء من أجل ترشيح شخصية مستقلة تحظى بقبول شامل وبركة. وفق الشعارات التي ترفع وقوع الخرق الدستوري هو خيار افضل للافرقاء بسبب انعدام التوافق فحكومه تصريف الاعمال مستمره على الرغم من محدوديه قراراتها لان الوضع الراهن متشعب في ظل تصادم الاولويات بعضها ببعض بين القوى السياسيه محمد الفهد بغداد الميادي